نتقدم للسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك يا سيد نعيمي، مباشرة أسألك بخصوص الضربة الأمريكية على مواقع إيرانية شرق سوريا، والآن صحيفة واشنطن بوست تقول بأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي المسودة الأوروبية سيكون اليوم، ما الرسائل الأمريكية اليوم لإيران؟ أعتقد بأن هذه مجموعة تلك الرسائل العسكرية من قبل قوات التحالف الدولي وبقيادة الولايات المتحدة هي تأتي في سياق رفضها لماهية الاتفاقية التي ستبرم ما بين كل من الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا الطرف الجانب الإيراني. لذلك بداية يعني ما شاهدناه البارحة من عمليات استهداف ب11 هدفا، طبعا من المقرر كان أن تستهدف وتقلص هذا الرقم إلى 9 أهداف، هي نتيجة لسلوكيات إيران عدائية. يعني كانت في الجانب الأول هي تقوم بعملية تفاوض في الملف النووي على الصعيد السياسي، بينما بنفس التوقيت هي تقوم بتمرير رسائل عسكرية من خلال استخدام الأسلحة واستجرارها من إيران وصولا إلى العمق السوري وتحديدا في محافظة دير الزور، فتمركز تلك الميليشيات بموجب يعني القاعدة العسكرية الكبيرة التي بناها قاسم سليماني منذ قرابة 4 أعوام، يعني بدأ في عملية بناء قاعدة الإمام علي التي تتمركز فيها تلك الميليشيات وتقوم بالتدريب عناصرها، كذلك أيضا تقوم بتدريب الميليشيات المحلية التي تقوم بقتال الشعب السوري، إضافة إلى تهديد مصالح الولايات المتحدة. وبالتحديد نحن نتحدث اليوم عن قضايا الاستهدافات سواء كان عبر المسيرات أو عبر الصواريخ الفلسطينية قصيرة المدى، صواريخ الكاتيوشا، وهذه الميليشيات مشهود لها بحجم الاستهداف الكبير من خلال تلك الصواريخ. كذلك أيضا هي رسالة تطمينية بالنسبة للحلفاء، وهنا أتحدث إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية بوجه التحديد، كذلك أيضا رسالة إلى الطرف الآخر وهو الجانب الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة ماضية في حماية حلفائها في المنطقة، كما هي أيضا ماضية في عملية تقديم الدعم اللوجستي الكامل بالنسبة لحلفائها من الجانب الإسرائيلي في حال استهداف من قبل إيران. كل ذلك يعطينا يعني يلخص المشهد بأن الولايات المتحدة لن تلتزم بالاتفاقية النووية إذا ما كانت إيران ماضية في عملية تهزيم الموقف وكذلك تهديد. يعني اليوم نتحدث عن الأذرع الولائية الموجودة في الشرق الأوسط، ما زالت إيران حتى هذه اللحظة ترفض أن تصنف ميليشياتها وبوجه التحديد فيلق القدس أنه كمنظمة إرهابية، تحاول من خلال يعني بعض المحاولات لعدم تصنيف حرس الثوري الإيراني المؤسسة السياسية التي تشرف على فيلق القدس من أجل عدم تصنيفها، لكن في حقيقة الأمر لن تنجح في ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستهدافات الكبيرة التي تجري منذ قرابة يعني منذ بداية. طيب، وهذه الاستهدافات والاستهداف الأخير سيد نعيمي، يعني ما رسائل واشنطن هنا للجانب لطهران يعني بأن تستهدف ميليشيات تابعة لها في شرق سوريا؟ وحتى الآن يعني بالنسبة للموقف الإيراني الرسمي هناك نفي بأن هذه المواقع تابعة لإيران، يعني كيف نفهم هذه المسألة بأن تستهدف أمريكا جماعات تقول بأنها إيرانية بينما إيران تنفي، والآن الحديث عن اتفاق نووي؟ نعم، يعني بداية إيران هي تحاول نفي أي معلومات بخصوص استهداف أذرعها في المنطقة العربية عموما وحتى في قضية استهداف قادة ميليشياتها المتواجدون في سوريا، وهذا ما شاهدناه من خلال استهدافات إسرائيلية السابقة. يعني هنالك قتلى كثير من قيادات الحرس الثوري الإيراني، في البداية إيران تنفي وبعد قرابة يوم أو يومين نشاهد هنالك تشييع في طهران، وهذا ما نتابعه يعني عبر مجموعة من المنصات أو مجموعة من المواقع الإخبارية المختصة بترجمة المقالات أو الصحف الرسمية الإيرانية، نلاحظ أن هنالك تشييع ومواكب لهؤلاء القتلى الذين قد قضوا في سوريا أو حتى في العراق. لذلك لا أعتقد أن النفي سيكون دقيقا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن السياسة الإيرانية منذ يعني أحد أهم ركائزها هي سياسة الكذب التي تستخدمها على مدار 20 عاما في أزمتها الإقليمية المشاركة فيها إقليميا في العراق، سوريا، لبنان، اليمن. حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك معلومات صحيحة ودقيقة بالنسبة للميليشيات الإيرانية حول تحركاتها، لكن ربما يعني بعض النقاط التي تم استهدافها هي لا تدفع للميليشيات الإيرانية أو أن بعض القطاعات العسكرية لم يكن يتواجد فيها قيادات من الحرس الثوري الإيراني، لذلك هي تتنصل من خلال هذا التصريح الذي من الممكن أن تستفيد منه من أجل التحشيد داخليا من أجل يعني استجلاب المزيد من المقاتلين سواء كانوا من إيران أو حتى من الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط، وأتحدث بوجه التحديد ميليشيا فاطميون، زينبيون، حركة النجباء،
حزب الله العراقي، حزب الله اللبناني. هذه الميليشيات بشكل عام هي بحاجة بشكل مستمر إلى توجيه الكثير من الرسائل التطمينية من أجل أن إيران باقية معهم، من خلال أن هذه الاستهدافات لم تكن دقيقة، أو حتى من خلال استخدام الحرب الإعلامية على الولايات المتحدة، وأن هذه الاستهدافات لم تكن لها قيمة معنوية ميدانية، وبأن هذه الاستهدافات لم تضر بمصالح إيران، وأن الولايات المتحدة تدعي أنها تضرب إيران، لكن في حقيقة الأمر هذه المعلومات ستكشف تلقائيا، وبعد أيام ربما قد نشاهد هنالك تشييع لضحايا الاستهدافات أو لقتلى الاستهدافات الذين سقطوا في مدينة دير في محافظة دير الزور. طيب